بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه بالتاكيد هتكون مهمه، هنتكلم على احداث مباراه الاهلي والداخليه بالامس في الدوري العام، وكمان هنتكلم على الاستعدادات لمباراه القطن الكاميروني، مباراه مهمه جدا في البطوله الافريقيه يوم السبت المقبل الساعه 6 مساء في استاد السلام، وهي مباراه مؤجله من الجوله الاولى في دوري ابطال افريقيا. قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه، عايز في البداية أوجه خالص التعازي لدكتور أسامة مصطفى، طبيب فريق النادي الأهلي فريق الشباب في قطاع الناشئين في وفاة نجله. ربنا يتغمده يا رب بواسع رحمته، ويصبر دكتور أسامة مصطفى طبيب فريق الشباب، واللي بالتأكيد يمكن دكتور أسامة من الناس اللي اشتغلت في قطاع الناشئين فترات وسنوات عديدة، وأوقات كتيرة جدا بيكون موجود في الفريق الأول، شخصية محترمة يمكن الناس كلها بتحترم دكتور أسامة، ولكن طبعا كلنا معاه وبنواسيه في وفاة ابنه اللي وفاته المنية في منتصف هذا الأسبوع، وربنا يتقبله إن شاء الله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. الحاجة التانية يمكن خالص الأمنيات بالشفاء العاجل للكابتن محمد شرف المدير الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 2003، يمكن تعرض كده لوعكة صحية قوية شوية في الفترة الأخيرة وأجرى عملية جراحية في القلب، لكن الحمد لله يمكن في التوقيت الحالي الحالة بتتحسن نوعا ما. ألف مليون سلام على الكابتن محمد شرف، أحد نجوم النادي الأهلي وأحد مدافعي النادي الأهلي، وخلال السنوات الأخيرة بيأدي بشكل جيد جدا في قطاع الناشئين، فألف مليون سلام عليك يا كابتن شرف، وبإذن الله الفترة الجاية نطمئن عليك ونشوفك بسرعة في الملاعب خلال الفترة اللي جاية. طيب، عايز أبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة على مباراة الأهلي والقطن الكاميروني. توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة القطن الكاميروني المقبلة، تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم ومشاركاتكم على سؤال الحلقة. طيب، عناوين الحلقة بالتأكيد عندنا عناوين مهمة جدا، نروح لأبرز العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ استعداداته لمباراة القطن غدا، وكمان 10,000 مشجع في مباراة الأهلي والقطن. وفي الترند العالمي، اتحاد جدة يرصد 88 مليون يورو لضم ميسي. طيب، استعراض في جولة مباريات اليوم النهاردة في مباريات عديدة سواء محلية أو حتى في الدوريات الأوروبية. نبدأ مع بعض بالدوري المصري، والنهاردة استئناف واستكمال مباريات الأسبوع العشرين للدوري المصري الساعة 6 إن شاء الله، مباراة فاركو والمقاولون العرب. نروح لمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الساعة 10 إلا ربع من مساء اليوم، أرسنال في مواجهة إيفرتون. الساعة 10 أيضا ليفربول في مواجهة ولفرهامبتون. نروح لمباريات اليوم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الساعة 10 مساء اليوم أوساسونا بيستضيف أتلتيكو بلباو، وغدا بالمناسبة في مباراة قوية جدا كلاسيكو الأرض، مباراة برشلونة وريال مدريد. لازم أذكر بالمباراة دي طبعا، من المباريات اللي كان الكل بيحب يتابعها أيام ما كان كريستيانو موجود في الريال وميسي موجود في برشلونة. طيب، مباراة اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي الساعة 9 وربع من مساء اليوم، ساوثهامبتون بيستضيف جريمسي تاون. الساعة 9 ونص بيرلي بيستضيف فليتود. الساعة 10 إلا ربع مانشستر يونايتد بيستضيف ويست هام يونايتد، وفي نفس التوقيت شيفيلد يونايتد بيستضيف توتنهام هوتسبير. مباريات اليوم في ربع نهائي كأس فرنسا الساعة 7 وربع، مباراة ما بين نانت ولانس. يعني دي أبرز مباريات اليوم سواء في الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، كأس ملك إسبانيا، وكمان ربع نهائي كأس فرنسا. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع، عندنا كلام مهم جدا على أحداث مباراة الأمس والاستعداد لمواجهة القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل. طيب، في الفاصل كنت بحاول أعرف برضو حيثيات قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباراة الأهلي والهلال السوداني، وكلنا عارفين الفترة الأخيرة كانت في شكوى رسمية تم تقديمها من النادي الأهلي، وبالامس كان في اجتماع مهم جدا للجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي للنظر في عده شكاوي وتقارير خلال الفتره الاخيره. كانت من ضمن الشكاوي المقدمه امام لجنه الانضباط شكوى النادي الاهلي فيما حدث من تجاوزات في مباراه الهلال السوداني. يمكن على مدار الامس واليوم بتواصل مع المصادر عشان نعرف ايه ابرز القرارات، ولكن الاجابه الرسميه التي تلقتها منذ قليل ان لجنه الانضباط اجتمعت بالامس واصدرت قراراتها، ولكن
تم إرسال القرارات إلى الاتحاد الإفريقي للأمانة العامة، المسؤول عنها بالتأكيد السكرتيرة العامة فيروني مبومبا، وفي التوقيت المناسب سيعلن الاتحاد الإفريقي خلال الساعات القادمة القرارات الرسمية الخاصة بشكوى مباراة الأهلي والهلال السوداني. دي معلومة رسمية تلقتها منذ قليل من رامون هاك رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي. قال اجتمعنا بالأمس، تم مناقشة كل الأوراق والملفات، تم اتخاذ كافة القرارات، ولكن الإعلان الرسمي سيكون من قبل الاتحاد الإفريقي، وتم إرسال القرارات إلى الاتحاد الإفريقي، وبالتالي ننتظر الإعلان الرسمي أعتقد خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل أن كانت في شكاوي أخرى في ملفات تانية مهمة جدا لا تقل أهمية عن شكوى مباراة الأهلي والهلال السوداني. لجنة الانضباط اجتمعت وبحثت بالأمس وتم إصدار القرارات وإرسالها إلى الأمانة العامة، وسيعلن الكاف القرارات خلال الساعات القادمة لكل وسائل الإعلام، وبالتأكيد هنتابع هذا الملف خلال الفترة اللي جاية. دي كانت نقطة مهمة جدا، انتوا عارفين دايما بنحب يكون عندنا السبق ونعرف جمهور النادي الأهلي الأخبار المتعلقة بمشوار الفريق محلي وإفريقي خلال الفترة الأخيرة، فدايما الحمد لله بيكون عندنا سبق في موضوعات عديدة، ومن خلال متابعتنا لكل الملفات في الفترة الأخيرة دي آخر حاجة وأبرز حاجة، عشان لو على السوشيال ميديا في كلام كتير ده الكلام الرسمي اللي وصل لي منذ قليل. طيب، مباراة الأهلي والداخلية بالأمس، طبعا كنا نتمنى إن يكون في انتصار وثلاث نقاط، لأن مشوار الدوري العام لسه طويل والمنافسة ما زالت موجودة، ومهم جدا نوجه رسالتنا للعيبة وللجهاز الفني، يا جماعة المنافسة لسه موجودة والمشوار لسه طويل وعدد المباريات المتبقية ما يدلش اللي انت حسمت الدوري، ففكرة ان يبقى عندك مساحة ان لسه في فرق اكتر من 10-12 نقطة مثلا عن الزمالك، وحوالي 3 نقاط عن فيوتشر وبيراميدز، ولسه لينا 3 مباريات مؤجلة، ده مش مقياس اللي انت ممكن تكون حسمت الدوري. بالإضافة لده انت راجع من تعادل يعني مخيب للامال امام سان داونز، فكان عندك فرصه ذهبيه انك تعمل نتيجه. مش هتكلم على الاداء، ممكن يكون عندك مبرر ان في مباراه بتتلعب كل 48 ساعه، وحتى كولر اتكلم كجهاز فني ما عندوش مساحه انه يقدر يشتغل ويحضر او حتى يصلح الاخطاء، ولكن فكره انك تبقى متعادل في مباراه سان داونز هنا في القاهره وعايز تتخطى المشكله دي بسرعه وتعمل ريمونتادا زي ما بيقولوا وتكسب في الدوري زي ما عملت ده في اسوان وانت راجع من السودان، كان مهم جدا تعمل ده في مباراه امبارح قبل ما تروح للقطن الكاميروني، لان احنا مش عاوزين نوصل لمرحله احباط. يا جماعه الاهلي الحمد لله في الدوري في الصداره وعنده مساحه عدد مباريات تديله افضليه انه يكون متفوق في النقاط اكتر من كده، ولكن في بعض الاحيان الجمهور بيوصل لمرحله انه بيزعل ان مفيش استمراريه. يعني مثلا فكره ان انا اكسب ماتش واتعادل مباراه واكسب مباراه واتعادل مباراه مش الاهلي ومش طبيعة تاريخ الأهلي بيقول كده، وعلى مر الأجيال ناس كتير عارفة إن الأهلي لما كان مثلا بيتعادل مباراة مش بيخسر مباراة، اللعيبة كانت بتستنى المباراة اللي بعدها عشان تعوض وتنسي الجمهور الخسارة أو التعادل اللي تم في المباراة اللي فاتت. هي دي الجزئية اللي أنا أحب أتكلم فيها. يعني أنا بطالب لعيبة الأهلي، يا جماعة الكورة فيها فنيات وفيها أمور علمية كتير وفيها أمور بدنية وفي فرق بتواجهك أكيد بتلعب بشراسة، ولكن أنت بترتدي تيشيرت النادي الأهلي محتاج تحارب على كل نقطة، تحارب على المكسب، تحارب عشان تسعد جمهورك. جماهير النادي الأهلي في أوقات كتيرة جدا كانت واقفة في صف النادي وفي صف اللعيبة وفي صف الجهاز الفني ضد حاجات كتيرة جدا، لكن احنا وصلنا لمرحلة خلاص الجمهور ما بقاش شايف قدامه إلا إن في بعض الأوقات بيحس إن في تراخي، بيحس إن أنت كسبان 1-0 والفريق اللي قدامك مطرود منه لاعب، والفريق اللي قدامك في مؤخرة جدول الدوري، ومع ذلك مش هقول لك حتى بتجيب التاني، لا ده انت حتى مش قادر تحافظ على المكسب، وده تكرار حتى للي حصل في ماتش سان داونز، ما قدرتش تحافظ على المكسب. فده يا جماعه ودي رساله اللعيبه، بيدي ناقوس خطر عند جمهور ان احنا لا قدر الله ممكن الفتره اللي جايه عدم التركيز ده ينعكس على النتائج بشكل سلبي، وانت داخل على فكره في مرحله ما فيهاش هزار، لازم نفوق ولازم نقول للعيبه الكلام ده، لازم نفوق الناس ونفكرهم بالكلام ده. انتوا السنه دي لسه ما حققتوش حاجه، فعندكم دوري ابطال افريقيا المباراه اللي جايه مع القطن مباراه كؤوس، يعني المباراه دي مش بثلاث نقاط بس، تكسب لسه عندك فرصه في المنافسه، لا قدر الله تعادل خسرت يبقى انت خرجت، ما فيهاش كلام تاني. الدوري نفس الامر، اللي حصل في مباراه الداخليه يعني شبه اتكرر مثلا في الموسم الماضي والموسم قبل الماضي،
النتائج في بعض الاحيان ممكن ساعدتك في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا وما ساعدت يعني ما ساعدتكش في الدوري. السنه دي انت ما تعرفش ايه اللي يحصل، ممكن تلاقي في حاله فوقان للزمالك، تلاقي بيراميدز فيوتشر داخل في المنافسه دوري ابطال افريقيا، ممكن تلاقي الهلال بيكسب سان داونز في السودان، هيكسب القطن الكاميروني يوم الثلاث اللي جاي. فانت محتاج تكسب، مش محتاج تنتظر نتائج الاخرين، لازم تكسب، وعشان انت البطل لازم تكسب. يا جماعه التركيز مهم جدا، والدفاع عن تيشيرت النادي الاهلي مهم جدا، وتحمل المسؤوليه في التوقيت الحساس دلوقتي مهم جدا. انت في فتره من اهم الفترات اللي في الموسم، شهر فبراير ومارس وابريل، ده التوقيت اللي بيخليك يا تنافس على الدوري وتكمل في افريقيا، يا اما لا قدر الله بيكون في نتائج سلبيه في ظل ان الموسم الماضي خسرت الدوري وخسرت بطوله افريقيا، فبتحاول تعوض السنه دي. التعويض السنه دي بدا انك صالحت جمهورك وفزت على الزمالك في السوبر، وكانت بدايه كويسه. رحت كاس العالم للانديه والمشاركه جت من عند ربنا سبحانه وتعالى بعد المؤامرات اللي تعرضت لها في موضوع نهائي افريقيا، وظهرت بشكل مناسب. مش هقول حققت مركز، لان انت السنه اللي فاتت حققت مركز افضل من السنه دي، ولكن لعبت بشكل الناس كانت مبسوطه بالاداء. لكن حصلت اخطاء الكل قال ان شاء الله نعوضها في الفتره اللي جايه، لكن لما رجعنا مش عايز اقول نفس اللي قرر السنه اللي فاتت واللي قبلها، فالامر مش هيبقى كويس. فمهم جدا يا جماعه الحفاظ على التركيز وفكره الاستمراريه دي اللي بتميز اي لاعب في الاهلي عن اي مكان تاني. الاستمراريه مهمه جدا جدا جدا، دي نقطه مهمه جدا بخصوص مباراه الامس. على فكره وانا بتكلم على مباراه الاهلي والداخليه، عايز اشيد بالكابتن محمد معروف، عمل مباراه جيده. القرارات التحكيميه اللي اتخذها حتى براي خبراء التحكيم ممكن ياخد 7.5 او 8.5 من 10، ولكن اخطاء مؤثره في نتيجه اللقاء لا. الراجل بالعكس امبارح الاهلي احرز هدف، لولا ان محمد معروف ادى اتاحت فرصه كانت ممكن مثلا الكره بتاعه كرار ما تجيبش جون، وكان يحسبها مثلا لمسه يد من على حدود المنطقه، او حتى يحسبها ضربه جزاء، وساعتها بقى ممكن الفار يبص على اللعبه ويقول لك لا مش ضربه جزاء دي من بره. فحتى محمد معروف امبارح انا بشيد بيه لانه ما قررش نفس اخطاء الحكام السابقين اللي في الاسابيع اللي فاتت كانوا بيتسرعوا في احتساب بعض الالعاب ويجي الفار بيلغيها، فالفرق بتتضر من القرار اللي بيتحسب لها. فمحمد معروف امبارح لا كان جيد في المباراه وادار المباراه بشكل كويس جدا، عشان تعرفوا احنا بنتكلم هنا بموضوعيه. لما بيكون في خطا بنلقي يعني بنتكلم وبنحط سبوت على الخطا اللي بنتكلم عليه، وبنتكلم على اللجنه ونهاجم اللجنه، لان احنا بنتكلم بشكل موضوعي. ولكن لما التحكيم يكون كويس نتمنى يكون في استمراريه. امبارح محمد معروف عمل مباراه كويسه، نتمنى الفتره الجايه يكون في استمراريه في ظل ان في خبير جاي، فلما نشوف اللي هيحصل الفتره الجايه. ولكن طبعا توقيت الحلقه وظروف مباراه الامس مش هينفع نتكلم في ملفات ثانيه، نركز مع الفريق في التوقيت الحالي. نقطة تانية عايز أتكلم فيها بخصوص مباراة امبارح، محمود عبد المنعم كهربا. أتمنى الفترة اللي جاية يا جماعة الناس تلعب بنفس الحماس اللي فيه كهربا. كهربا بعد فترة الإيقاف ونزل الملعب في منتصف يناير اللي فات، يعني بالظبط بقاله شهر ونص. في فترة الشهر ونص كهربا ساهم بشكل كبير جدا في تحسين الأداء الهجومي في التوقيت اللي بيشارك فيه. لما نتكلم عن 7 أهداف كهربا لوحده احرز 4 أو 5 وساهم في هدفين، ده معدل كويس جدا في شهر ونص للعيب راجع من ايقاف 6 شهور. فالمساله ده اكبر دليل اهو، المساله مش فنيات بس، المساله حماس واثبات الذات والتحدي، ده مهم جدا. شوفوا امبارح اللعبه بتاعت كهربا، يعني على فكره هدف كهربا هدف صعب جدا، بصوا لف ازاي وبنظره سريعه سدت على الزاويه اليمنى لعماد السيد حارس الداخليه. ده كهربا امبارح صنع اكتر من فرصه، نزل مباراة سموحة في الكاس جاب هدفين، نزل مباراة الزمالك وشفنا تحركات كهربا عمل ايه في مباراة الزمالك، لعب كاس عالم أندية وكان ظاهر بشكل كويس، دوري أبطال إفريقيا لعب وظهر بشكل كويس. نتمنى يا جماعة يكون في استمرارية، واللعيب اللي بيظهر بشكل كويس لازم نشيد بيه. يا كهربا أنت بتعمل فترة مهمة جدا في النادي الأهلي وبتتحدى صعوبات كتيرة جدا، في لعيبة لو فكرت في الازمات اللي بتتعرض لها زي اللي بتتعرض له الفتره الاخيره كانت ممكن تبطل كور. لكن كهربا مكسب كبير جدا للاهلي في التوقيت الحالي، ومش هنقيم كهربا دلوقتي، كهربا معروف من زمان. اهي دي اللعبه اللي بتكلم فيها على الكابتن محمد معروف، اتاحه الفرصه واحراز الهدف من كهربا. كان اي حكم ممكن، وفي حكام عملوا ده على فكره بدون ذكر اسماء، يعني حسبوا لمسه يد وفي او مثلا ضربه جزاء وكوره ممكن تكون داخله جون بس هو صفر، خالف بروتوكول الفار وصفر. على فكرة اللعبة دي لو كانت طلعت بره أنا كنت واثق إن حكم الفار خالد الغندور كان هيستدعي معروف يقول له تعالى شوف هي عدت يعني لمسة اليد جوه المنطقة ولا بره المنطقة مثلا يعني. فلا امبارح التحكيم يعني قدر الإمكان كان مركز. على فكرة الحكام أكيد ساعات بيخطئوا، ولكن
امبارح كانت الناس قدر الامكان انا شايفها بتحاول تركز عشان ما تغلطش، في بعض التفاصيل ممكن تعدي منها ولكن الكل بيجتهد، وطالما ما فيش اهمال من الحكم في المباراه لازم نشيد بيه ولازم ندفع للامام لمنظومه التحكيم، بس اللجنه تشتغل صح خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه قبل ما اطلع لفاصل، ايه اللي هيحصل من النهارده لغايه مباراه سان داونز يوم السبت بعد المقبل 11 مارس؟ النهارده الفريق اجازه. ليه؟ الفريق النهارده كله كان موجود في سفاره جنوب افريقيا في مصر عشان موضوع استكمال اوراق التاشيرات الخاصه بسفر البعثه ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي. طيب بكره الخميس في تدريب، الجمعه التدريب الاساسي والرئيسي على ملعب التتش، والسبت مباراه مع القطن الكاميروني الساعه 6 بتوقيت القاهره على ملعب السلام وبحضور 10,000 متفرج. يوم الاحد في تدريب مباشره، ما فيش اجازه. يوم الاثنين في تدريب. يوم الثلاث المباراه مع المقاولين العرب حتى الان. نتمنى تاجيلها، نتمنى، ولكن انا عارف رد الرابطه ورد الاستاذ عامر حسين على الموضوعات دي بتبقى عامل ازاي، فحتى الان المباراه مع المقاولين يوم الثلاث اللي جاي. هل الفريق هيرجع للاوتيل بعد المباراه ويسافر الفجر؟ لا. يوم الاربعاء الصبح هيكون في تدريب للنادي الاهلي الساعه 10 الصبح. بعد كده الفريق يتناول وجبه الغداء في مطعم النادي ويتحرك على المطار عشان يسافر الظهر الساعه 4 عشان البعثه تتحرك من مطار القاهره الساعه 4 وتوصل جنوب افريقيا مساء يوم الاربعاء المقبل. زي النهارده ان شاء الله الاربعاء الجاي هيكون توقيت سفر الفريق الى جوهانسبرج ثم استقلال حافله الى بريتوريا. تتمرن خميس وجمعه وتلعب يوم السبت مع سان داونز في بريتوريا على ملعب اسفيلد اللي بيلعب هذا الملعب الموجود في مدينه بريتوريا الساعه 3 العصر. تستمر 3 ايام في جنوب افريقيا للتدريبات ثم تسافر من بريتوريا الى جروة مباشره عشان تستعد لمواجهه القطن يوم الجمعه 17 مارس. دي خطه التدريبات والعمل ابتداء من اليوم 1 مارس حتى يوم 17 مارس. نتمنى يا رب يكون التوفيق للاهلي. ماتش المقاولين اصعب من مواجهه الداخليه، 3 نقاط مهمه جدا، مواجهه القطن، مواجهه سان داونز، مواجهه القطن. 3 مباريات في اقل من اسبوعين حاسمين في تاهل الاهلي لمرحله الدور الثاني. ربنا يكرم ويوفق اللعيبه والكل يكون على قدر المسؤوليه خلال الفتره الجايه عشان الجمهور اللي زعلان ده ما يستحقش النتائج اللي موجوده في الفتره الاخيره. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع ترند الاهلي ونشوف اللي مكتوب على السوشيال ميديا عن النادي الاهلي. طيب الاهلي هيواجه القطن الكاميروني يوم السبت المقبل، مباراه مهمه جدا وهي مؤجله من الجوله الاولى. زي ما استعرضت قبل كده واتكلمت على فكره القطن الكاميروني هيلعب مع الاهلي السبت، يسافر السودان يلعب مع الهلال يوم الثلاث، ويمكن الموضوع ده يمكن عمل ردود فعل ايجابيه لان احنا شرحنا تفاصيل محدش كان واخد باله منها في الحلقه اللي فاتت يوم الاثنين. الحمد لله يمكن قدر الامكان بنحاول نركز معاكم زي ما قلت في التفاصيل الخاصه بمباريات الاهلي الفتره اللي جايه. طب الاهلي هيلعب مع القطن يوم السبت، طاقم تحكيم من موريشيوس هيدير هذه المباراه، وبعد كده هيلعب مع القطن يوم الجمعه بعد القادمه يوم 17 مارس في جروه وهيديرها حكم كيني، طاقم كيني بقياده بيتر اويرو. طب فريق القطن الكاميروني خسر من سان داونز 1-3 وخسر من الهلال السوداني ايضا كمان 1-2 فبلا نقاط في المباريات الاخيره وعنده مباراه مؤجله مع الاهلي. ازاي يقدر الاهلي يواجه القطن في ظل ان الاهلي اكيد عنده ضغط مباريات محليه، في راحه لعدد من اللاعبين، في غيابات الله اعلم ممكن تكون وارده بنسبه كبيره على مباراه القطن الكاميروني زي مثلا حسين الشحات، محمود متولي، احمد عبد القادر، خالد عبد الفتاح، كل ده هيبقى ممكن تكون غيابات في مباراه يوم السبت اللي جاي. لكن محتاجين نعرف بقى القطن بيلعب ازاي، معدل الاعمار السنيه في بطل الكاميرون ازاي، خسر اول مباراتين وهل عنده حظوظ في مواجهه الاهلي، هل فريق بدنيا قوي، هل فنيا ضعيف؟ كل ده نعرفه بالتاكيد من خلال زميلنا محلل الاداء والمحلل الرياضي الكابتن محمود شاكر. كابتن محمود ازيك؟ مساء الخير. مساء الفل عليك يا محمد، وحشني جدا جدا. الله يخليك. اخبارك ايه؟ سعيد اكيد ان انا متواجد معاك. احنا اسعد ومحتاجين نستفيد بوجودك معانا وعايزين نعرف منك يعني الاهلي هيواجه القطن، النتائج هل معيار الفريق القطن زي ما شرحت بقى واتكلمت، هل فريق قوي بدنيا ضعيف فنيا؟ الكلمه معاك بقى تشرح لنا كل التفاصيل. خليني
خليني اخد من كلامك، فريق القطن الكاميروني هو مش بس خسر المباراتين بتوعه في دوري المجموعات، خسر كمان اخر مباراه في الدوري الكاميروني قدام ايدنج سبورت. يعني هو خسر اخر 3 مباريات. هو فريق بصراحه في المتناول بشكل كبير جدا جدا، زي ما شفنا نتائجه سيئه جدا. وان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يوم السبت هيبقى الموضوع ان شاء الله، او المباراه هتكون سهله ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن هو فريق بدنيا عنده قوي جدا بدنيا، ولكن عنده عشوائيه كبيره جدا 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 في التمركز. عاوز اقول لك ان معدل الاعمار بتاعته قليله، ولكن ابرز نجم عندهم هو لعيب اسمه باشن تواسو. وعلى فكره واسو ده هو اللي جاب الجونين، يعني هم خسروا 3-1 و2-1، هو اللي احرز الهدفين في المباراتين. هو اكتر لعيب بيتحرك، هو دايما بيلعب ناحيه الوينج رايت، ودايما بيقطع لمحمد لجوه، بيستغل دايما ان هو بيلعب في ظهر الباكات. هو اكتر لعيب بارز عندهم. ولكن هم عندهم مشكله كبيره جدا جدا جدا، سواء في الكور العرضيه، في التمركز، خصوصا في الركنيات. يعني الهلال السوداني فريق متمرس اكتر من القطن الكاميروني، ولكن برضو الهلال كان عامل ماتش كبير جدا على القطن الكاميروني، وكذا كوره خطر جدا كانت الكور الثابته. عندهم مشكله دايما ان انت لو فكرت ان انت تعمل عليهم التريكات اللي بتتعمل بتاعت الكور الثابته، عندهم عشوائيه كبيره جدا في التمركز. حاجه ثانيه كمان، في لعيب اسمه حسنه ولعيب اسمه جوني علي، ده السنتر باك اللي بيلعب ناحيه اليمين، والباك رايت اللي بيلعب ناحيه اليمين اسمه مادو حسنه. الاثنين دول عندهم مشكله كبيره جدا في الهاف سبيس ما بينهم. طبعا انت محمد عارف ان الهاف سبيس هي تكون دايما المسافه اللي ما بين السنتر باك والباك اللي جنبه، سواء على الناحيه اليمين او سواء على الناحيه الشمال. هم عندهم مشكله في الحته دي بشكل كبير جدا. حاجه ثانيه، لما بييجوا يلعبوا بيضموا كل اللعيبه، وبيحاول ان هو يقصر المسافات ويضيق المساحات، وان هم يلعبوا كانهم كومباكت مع بعض في المناطق الضيقه، بيبقى عندهم عشوائيه كبيره جدا جدا في التمركزات، وده اللي لازم النادي الاهلي يستغله. ولكن يا محمد خليني ارجع لك لنقطه، زي ما انت بتتكلم الغيابات والمشكله، انا شايف ان المشكله اللي دلوقتي اللي بتواجه النادي الاهلي هي اللياقه الذهنيه، كم الضغط الذهنيه. طبعا الذهنيه دي، بص، طول ما انت ذهنيا عندك مشكله، ده هياثر على قراراتك في الثلث الاخير في الملعب، هياثر على قراراتك امتى اباصي امتى اشوط. كل ده بيبقى مشكله كبيره جدا. ضغط المباريات والسفر الكتير اللي بيتعرض له دلوقتي للنادي الاهلي هو اللي بيعمل المشاكل اللي انت بتشوفها دايما في اواخر الدقائق. انت لو تبص على المباراه اللي فاتت للنادي الاهلي، مباراه امبارح النادي الاهلي نادي الداخليه تعادل في اخر الدقائق، مباراه سان داونز نفس الكلام برضه تعادل في اخر الدقائق، مباراه كاس العالم النادي الاهلي في اواخر الدقائق دايما بيتعرض لمشاكل كبيره جدا. دي بسبب اللياقه الذهنيه. اللياقه الذهنيه لو المردود البدني بيتاثر جدا جدا باللياقه الذهنيه، لانه زي ما بقول لك بيأثر على قراراتك. بس يا محمود معلش يعني عايز اقطعك في الجزئيه دي، بس في تدوير وفي روتيشن، ويعني ماتش اسوان مثلا في 6-7 عناصر جديده ما لعبتش ماتش الهلال، بعد كده جيت لعبت ماتش سان داونز لعبت بعناصر ما لعبتش ماتش اسوان، يعني التدوير. انا معاك. بص، التدوير هو السلاح دلوقتي ذو حدين، وما اضحكش عليك، الناس اللي بتهاجم مارسيل كولر دلوقتي بتقول ان الراجل بيعمل روتيشن كتير، تدوير كتير. يا جماعه انتم متخيلين النادي الاهلي في اخر شهر لعب في كام قاره؟ يعني مع النادي الاهلي سافر وراح وجه ويروح هنا شويه ويرجع هنا شويه، يرجع مصر ويلعب مصر، مش في القاهره، يلعب في اسوان. فلازم تعمل تدوير، ولكن هي المشكله كلها دلوقتي في ان انت بتثبت عندك في اماكن في الملعب. يا محمد لازم تبقى متثبته. المشكله ان انت دلوقتي واحد زي محمد عبد المنعم افضل مدافع في مصر، للاسف مصر مصاب، فبتدخل مكانه حد مثلا من رامي ربيعه او ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ادى مباراه كويسه، رامي ربيعه كان عنده هفوه بتاعه الهدف. نفس الكلام برضو في موضوع الفيرود، بتشوف ان محمد شريف كان متالق بشكل كبير جدا قبل كاس العالم، بعد كاس العالم الموضوع تغير بشكل كبير وبقينا كهربا. وعاوز اقول لك نقطه مهمه جدا جدا على كهربا، هو ليه كهربا اللي مش مهاجم بيلعب افضل من مهاجمي النادي الاهلي؟ ببساطه شديده جدا، كهربا ذكي جدا جدا في تصرفاته في الثلث الاخير، وخصوصا جوه ال 18. يا محمد انت بتتفرج على كهربا، كهربا بمجرد بيعمل الباص على طول بيقطع على البعيده، بيفضل نفسه المساحه، وده اللي احنا شفناه وتعودنا عليه من اول الثنائيه اللي كانت تعمل ما بينه وما بين حمدي فتحي. فاكر في اول مباراه في سموحه لما نزلها، بعد كده مباراه نادي الزمالك، صحيح الكلام ده كله. كهربا بيشغل دماغه، كهربا ذكي جدا. امبارح لفه وسطه كانت اكتر من رائعه، برغم ان كهربا امبارح كان عنده ميس باص كتير جدا، ولكن زي ما بقول لك مارسيل كولر مباراه يوم السبت في المتناول. ولكن الاهم يا محمد من اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، والاهم من اداء القطن الكاميروني هو قيمه الفرصه.
قيمه الفرصه اللي هتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. مباراه زي مباراه الهلال، فرصه حسين الشحات لو جت كان المباراه تختلف بشكل كبير، المجموعه كان ترتيبها كلها اختلفت طبعا خالص. وكل الكلام اللي احنا قعدنا نتكلم فيه وننتقد ونقوله ما كانش حد هيتكلم في الكلام ده محمد بشكل كبير. طيب. نفس الكلام برضو مباراه سان داونز. فانا عاوز اقول لك قيمه الفرصه هو الشيء المهم جدا 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 للنادي الاهلي. وحاجه ثانيه، عارف انت عاوز تقول حاجه، بس انا اقول لك محمد على حاجه. اتفضل. خلص الماتش بدري يوم السبت، دي اهم شيء، ما تخشش مع الناس الافارقه دول وتطول الماتش وتعلي الريتم عندهم علشان انت اللي هتتعب. لا ما احنا عشان انت هتتعب بقى لازم. ما هي دي النقطه اللي عايز اكلمك فيها، عشان انت هتتعب. انا ببص مثلا على لستة الفريق بتاعت القطن الكاميروني، انت بتتكلم اكبر لاعب سنا في فريق القطن الكاميروني مواليد 97، يعني انت بتتكلم ستة يعني اكبر لعيب، لا اكبر مش بتكلم صغيرين بس، اكبر لعيب في الفرقه عنده 26 سنه. ده حقيقي، عاوز اقول لك نجم الفرقه اللي انا بقول لك عليه اللي هو اسمه باشنت واسو ده، هو اللعيب رقم 7 عشان الناس تبقى فاكره، 18 سنه 18 سنه هو نجم مواليد 1/1/2004 بالظبط كده. فبقول لك بس خد بالك، عايز اقول لك على حاجه يا محمود، لما تلاقي لعيب 1/1 دي يعني ما تاخدهاش ثقه. انت اكيد فاهمني. انت اكيد فاهمني. احنا عارفينهم خلاص وحفظناهم بقى، فاهمني ازاي؟ بس يعني برضو يعني الاعمار قليله والخبرات بالزبط. مختلفه تماما عن خبرات النادي الاهلي، ولكن زي ما بقول لك يا جماعه احنا لازم نتعلم من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها. اخر 10 دقائق لازم التركيز يبقى بشكل كبير جدا جدا، او ربع ساعه عند لعيبه النادي الاهلي لو النتيجه فرق واحد بس. حاجه ثانيه، لازم نخلص المباراه من بدري، ما تدخلش الماتش ان الماتش يفضل يروح ويجي معاك والماتش بلغه الكره كده يتعفرت معاك ويبقى الماتش السجال وانت اعلى في كل حاجه. هي دي المهمة جدا جدا. النادي الاهلي يا محمد، انا اسف انا قبل ما اقفل معاك سريعا، النادي الاهلي يا جماعة مش وحش، مارسيل كولر عامل مباراة اكتر من هايلة، ولكن فيها فوات فردية هي اللي بتخلي الصورة تطلع كده في الاخر. ولكن النادي الاهلي كويس جدا جدا، ولكن زي ما بقول لك هي تفاصيل صغيرة، لو النادي الاهلي اتمها بشكل صحيح ما كناش هنلاقي كل الاعتراضات اللي احنا بنقول فيها ونخش في حزب الدرمة والكلام ده كله، زي ما بقول لك مباراه الهلال او مباراه سان داونز. ولكن ان شاء الله باذن الله تبقى بدايه قويه جدا جدا لعوده النادي الاهلي مره اخرى للوضع الطبيعي بتاعه في المجموعه. وعاوز اطمن الجماهير برضه يا محمد بحاجه، اخر سنتين او اخر ثلاث سنين، يعني من اول البطوله بتاعت كايزر تشيفز اللي هي البطوله العاشره وبطوله سان فان بتاعت الوداد، النادي الاهلي اول مباراتين لم يحصد الا نقطه واحده فقط، وبعد كده شفنا النادي الاهلي راح الفاينل. فمش عاوز الناس تتشد، ان شاء الله باذن الله مباراه تبقى في المتناول، وباذن الله نعمل مباراه اكتر من رائعه مع سان داونز ونقدر ناخد الست نقاط دول، ويبقى الموضوع باذن الله بسيط باذن الله يقدر يتاهل ان شاء الله. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وكان مهم جدا يعني نلقي الضوء على فريق القطن الكاميروني ونتكلم عليه قبل مواجهه يوم السبت المقبل. ده كان كلام مهم جدا. طبعا الكابتن سيد مستر كولر اتكلم مع اللعيبه في اوضه اللبس بعد مباراه الداخليه، نتمنى يكون في تركيز واهتمام خلال الفتره اللي جايه، والتفاصيل اللي في الدقائق الاخيره دي كان دايما هي بتميز الاهلي مش العكس، فنتمنى الامور ترجع لنصابها الصحيح خلال الفتره اللي جايه. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والترند الاهلي واللي اتكتب في السوشيال ميديا عن النادي الاهلي. البدايه من حساب يلا كوره، مصدر ليلا كوره: الاهلي يتلقى موافقه بحضور 10,000 متفرج لمواجهه القطن الكاميروني، يعني نفس الموافقه اللي تمت في مباراة سان داونز بالإقامة المباراة على استاد السلام بحضور 10,000 متفرج، وطبعا ده أقل من حوالي 30% أو 25% من الساعة الرسمية لملعب السلام. استاد القاهرة في الفترة الحالية طبعا بتلعب عليه مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب، فالاتحاد الإفريقي أصلا بيعترض على فكرة إقامة المباريات على هذا الملعب نتيجة انشغال الاستاد بمباريات كأس الأمم، فبالتالي الاستاد البديل للأهلي بعد استاد القاهرة هو كان ملعب السلام. طيب نروح كمان لحساب الوطن سبورت، بيقولوا اجازه اضطراريه في الاهلي بسبب سفاره جنوب افريقيا. ده اللي كنت بتكلم عليه في بدايه الحلقه، ان اللعيبه كلها بالكامل، قائمه الاهلي بالكامل والجهاز الفني موجودين في سفاره جنوب افريقيا لاتمام اجراءات السفر والتاشيره الى جوهانسبرج خلال الفتره اللي جايه، فبالتالي النهارده الجهاز الفني ادى راحه للفريق. اليوم السابع بيقول الاهلي يقرر السفر مبكرا لجنوب افريقيا استعدادا لمواجهه سان داونز. طبعا انا لما قريت تفاصيل الخبر او الموضوع من خلال صفحه اليوم السابع مش شايف فيها اي حاجه مبكره. هو الاهلي كده كده هيسافر يوم الاربعاء اللي جاي زي النهارده، هيلعب مع المقاولين الثلاث، هيسافر الاربعاء لان ماتش سان داونز يوم السبت، فما فيش سفر مبكر، يعني ده التوقيت المناسب اللي الاهلي هيسافر فيه. لو كان فيه قبل كده الاهلي اكيد كان هيسافر، ولكن كلنا عارفين ماتش المقاولين موجود في منتصف الاسبوع يوم الثلاث. طيب نروح لحساب يلا كوره، مصدر يلا كوره:
فحص طبي يحدد موقف رباعي الاهلي من مواجهه القطن. مين بقى بنتكلم على 5 غيابات؟ يعني بنتكلم على 5 لعيبه ممكن ما يكونوش موجودين في المباراه اللي جايه: محمود متولي، حسين الشحات، احمد عبد القادر، خالد عبد الفتاح، عمرو السوليه. طبعا عدد كبير جدا من اللعيبه هيتحدد بقى موقفهم خلال الساعات اللي جايه، وده اللي بيتاكد عليه الوطن سبورت زي ايضا كمان يلا كوره، لما نشوف ايه اللي هيحصل خلال الساعات اللي جايه. اعتقد يوم الجمعه تقريبا ممكن لعيب منهم او 2 يكون في القائمه، لكن على مباراه سان داونز اللي بعدها مش عارف الوضع هيبقى ايه بالنسبه للسوليه او بالنسبه كمان لخالد عبد الفتاح ومحمود متولي. طيب حساب كوره بلس بيقول القطن الكاميروني يصل القاهره لمواجهه الاهلي في افريقيا. بعثه القطن الكاميروني وصلت بالامس وموجوده في احدى الفنادق القريبه كده من مطار القاهره، وبتستعد ان شاء الله لمواجهه الاهلي. هم فضلوا ان يلعبوا ماتش الهلال بعد مواجهه الاهلي على طول، هيسافروا من القاهره على السودان يقعدوا هناك يومين ويلعبوا يوم الثلاثاء اللي جاي الساعه 3 مع الهلال السوداني. طيب حساب سبورت 360 مصريه بيتكلموا على كهربا، ودي الجزئيه اللي كنت بتكلم فيها بخصوص كهربا في بدايه الحلقه. كهربا منذ عودته من الايقاف لعب 7 مباريات، ساهم في 7 اهداف، سجل 4 وصنع 3، عمل اسيست في 3 اهداف، عاد من الايقاف بشعار لا للايقاف. حلو العنوان بصراحه. نتمنى التوفيق لكهربا الفتره الجايه، عنصر مهم جدا مع الاهلي في الفتره اللي جايه. حساب يلا كوره بيتكلم على ماذا قدم الاهلي في شهر فبراير. للاسف شهر فبراير لم يكن جيدا على مستوى النتائج بالنسبه للاهلي. ولو تاخدوا بالكم حتى لو رجعتوا عملتوا فيدباك على 2022 و2021 هتلاقي يمكن النتائج قريبه من نفس الشكل شويه. نتمنى ما يعني الفتره الجايه الاداء يتحسن والنتائج تتحسن، لكن 1 فبراير كانت مواجهه الاهلي واوكلاند في افتتاحيه كاس العالم، الاهلي فاز 3-0. 4 فبراير الاهلي واجه سياتل ساوندرز بطل امريكا وكسب 1-0، لكن بعدها من 8 فبراير خساره من ريال 4-1، خساره من فلامينجو يوم 11 فبراير 4-2، خساره من الهلال 18 فبراير 1-0 من الهلال، وفوز على اسوان يوم 21 فبراير 3-0. وطبعا كان في مباراتين، مباراه مع سان داونز 25 فبراير 2-2 و28 فبراير 1-1 مع الداخليه. معدل الاهداف الاهلي احرز 13 هدف ولكن منيا مرماه ب 12 هدف، رقم محتاج كلام كتير وشغل كتير الفتره اللي جايه. نخرج لفاصل وبعد الفاصل نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح للترند المحلي والعالمي والمشاركات الفقره الاخيره معانا في الترند. حساب يلا كوره والبدايه وصلت لانجلترا وبلجيكا والبرتغال اتحاد الكوره وسلسله من الازمات في 14 شهر. منذ تولي جمال علام رئاسه الاتحاد المصري في 5 يناير عام 2022 والاتحاد الحالي الذي يدير اللعبه الشعبيه الاولى في مصر دخل في العديد من الازمات محليه، بل وصل الامر الى الخارج. ده تقرير عمله يلا كوره على 6 ازمات واجهت هذا الاتحاد خلال سنه وشهر. البدايه الازمه الاولى كانت اخفاء خطاب تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا النسخه الماضيه على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهنا نجح الوداد في الفوز بالبطوله القاريه على حساب الاهلي بهدفين دون رد. دي كانت الازمه الاولى في ابريل من العام الماضي. نروح للازمه الثانيه، كارلوس كيروش كانت تاني الازمات، اتحاد الكره خصم منه 25,000 دولار من مستحقاته بسبب تغريمه من الكاف بسبب موضوع المؤتمر الصحفي وعدم اللحاق بالمؤتمر الصحفي. لكن خرج كيروش باكثر من تصريح وهاجم فيها الاتحاد وجمال علام لتامر او يعني تاخد وزاره الرياضه قرار بصرف مستحقات المدرب بعد فتره طويله من التصريحات الناريه. طيب الازمه الثالثه، ارتبط اتحاد الكره بمشكله جديده، وهنا الطرف الثاني عقد اللاعب سيف الدين الجزيري من نادي المقاولين للزمالك. وقتها هل تم تفعيل بند الشراء؟ هل ما تمش تفعيل بند الشراء؟ هل اللاعب انتقل انتقال حر؟ وطبعا في التوقيت ده كان في مساله عدم وجود قيد، الى ان صدر قرار من لجنه فض المنازعات ان هذا اللاعب تم تسجيله بعقد رغم ان كان السيستم بيتقال انتقال حر، وبالتالي في حق رعايه لثلاث انديه تونسيه. ولسه الازمه ما انتهتش على فكره. الازمه الرابعه، وديه مباراه بلجيكا اللي اقيمت في الكويت خلال نوفمبر الماضي شهدت جدل واسع حول قيمه تعاقد الجبلاء مع الشركه المنظمه للمباراه، وخرجت تقارير بتقول ان في عمولات تم دفعها لاقامه هذه المباراه. ده تقرير من خلال يلا كوره. الأزمة الخامسة كانت في يناير من أقل من شهر ونص، وبيتكلموا فيها على كلاتنبرج الخبير الإنجليزي اللي كان مسؤول عن لجنة الحكام، تقدم باستقالة من رئاسة اللجنة بعد 6 شهور فقط من توليه المنصب
بسبب الهجوم الشرس اللي تعرض ليه طبعا من جهات واطراف. انتوا عارفين طبعا ما تعرض ليه هذا الخبير الانجليزي، بحسب كمان ما تناولته الصحف الانجليزيه ومن ابرزها صحف ذا صن والديلي ميل. الازمه السادسه كانت متعلقه بازمه القيد في نادي الزمالك خلال الايام القليله الماضيه، وفي النهايه الناس كلها لقت القرار ان اللعيبه مقيده من شهر يناير، والدليل على كده ان هي مسجله في القائمه الافريقيه. طيب نروح للترند العالمي، وعندي هنا الوطن الرياضي بيقولوا ان اتحاد جده بيرصد 88 مليون يورو لضم ميسي بعد تعقد موقفه مع باريس سان جيرمان. هنشوف خلال الفتره اللي جايه موضوع ميسي، كل الناس بتقول ممكن يجي يلعب في الدوري السعودي مع اتحاد جده في ظل ان موجود حاليا كريستيانو مع نادي النصر السعودي. طيب المشاركات والجزء الاخير من الحلقه على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، التشكيل الافضل او المتوقع لمواجهه القطن الكاميروني. استاذ سامح بيقول الشناوي، معلول، ايمن اشرف، ياسر، هاني، السليه، ديانج، افشه، الشحات، تاو، كهربا، بالتوفيق ان شاء الله. يعني سامح شايف ان ممكن ايمن اشرف يرجع يلعب في التشكيله الاساسيه. محمد ابو عمور بيقول الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، ديانج، السليه، لو جاهز القندوسي، طاهر، الشحات، كهربا. تاني تعليق بيدي ثقه لكهربا يكون في التشكيله الاساسيه. استاذ مصطفى، اتوقع التشكيله الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، معلول، هاني، ديانج، السليه، والقندوسي وطاهر والشحات وكهربا. سامح الاهلاوي بيقول الشناوي، هاني، معلول، منعم، متولي او ياسر، ديانج، السليه او فتحي، الشحات، تاو، قفشه، عبد القادر. يمكن ده اول تعليق ما بيرشحش كهربا في التشكيله الاساسيه. السيد احمد بيقول الشناوي، هاني، ياسر، عبد المنعم، معلول، حمدي، مروان، القندوسي، طاهر، كهربا، تاو. عجبني حاجتين، الجمهور واخد باله جدا من تألق كهربا في التشكيله الاساسيه، وفي نفس الوقت الناس حاطه اسم القندوسي في اكتر من تعليق عشان يتواجد في تشكيله مواجهه القطن الكاميروني. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي ان شاء الله يوم الاحد القادم في حلقه جديده، ويكون الفريق راجع بمكسب من مواجهه القطن الكاميروني، ونبدا نتكلم بقى على المواجهات الافريقيه الاسبوع المقبل. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.